عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو بعد طول انتظار واتأخرت كتير قوي عليكم. فيديو النهاردة مشتريات شهر مارس 2019، شوية ميك اب وحاجات كده ليها علاقة بالبيوتي، فحبيت اشاركها معاكم. اول حاجة اشتريت ماسكارا من ميبلين. اغلب الميك اب اللي اشتريته من ميبلين اشتريت اللي هي الايج ريوايند اللي هي رقم 140 هاني مايل. عجبتني جدا فقلت اشتريها. تاني حاجة الماسكارا برضو من مابلين اسمها جو اكستريم. احلى حاجة فيها انها بومبي كده، من جوه فرشتها بومبي فبترفع الرموش بشكل كأنك حاطة لاشز جاهزة، يعني مش حاطة ماسكارا بس. بعد كده اشتريت فاونديشن فيت مي اللي هو الباودر فينش اللي هو رقم 120، ده درجتي. اسعار الحاجات دي هكتبها لكم على الشاشه، هتبقى باينه قدامكم على الشاشه. عاجبني قوي ان هو بيبان ان هو طبيعي جدا. البنوته كمان ساعدتني ان انا اختار اللون اللي يناسب بشرتي بالظبط. بعد كده اشتريت القلم ده البني من مابلين برضو اللي هو اسمه لاستنج دراما، لون بني خفيف كده عشان يدي بس عمق للعين، بتحطيه تحت العين او حتى ترسمي بيه الايلاينر اللي انت عايزاه. اشتريت ايلاينر اللي هو بالفرشة اللي انا بحب جدا استخدمه وما اقدرش استغنى عنه بصراحة، يعني بحس ان هو حاجة سريعة كده يديني لوك لطيف. ماستر انك برضو من ميبلين اللي هو رقم 10 اللي هو المات. حلو قوي، فرشته ناعمة جميلة لطيفة ورفيعة قوي، تقدري تعملي بيها الأماكن الضيقة في العين وترسمي بيها أحلى أيلاينر. اشتريت بقى من بورجوا أو من فرع مزايا، يعني قسم بورجوا، الروج ده اللي هو الفيلفت الروج إديشن فيلفت اللي هو رقم 12 اللي هو بين براون. حلو قوي، اللوك مات ناعم جميل. اللون يا جماعه هو باين في السكرين ان هو شويه موف بس هو على بني شويه. واخر حاجه اشتريت الكولكشن ده من جونسون اللي هو الفيس كير، الكريم النهار وكريم الليل. متهيألي دي كل مشترياتي شهر مارس. عندي شويه حاجات تانية كمان ان شاء الله هشاركها معاكم، بس ده كان فيديو النهاردة. انا عارفة انه فيديو سريع بعد طول انتظار، بس يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني في كل حتة. دي كل الاكاونتات بتاعتي، تقدروا تتابعوني عليها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.